نعم، الخبر الأساسي في هذا الصباح هو استهداف هذه الشاحنة التي جاءت صورها منذ بعض الوقت، وتحديدا على طريق السفري عند الأوتوسترات في بعلبك، وأيضا كانت تحترق من الأمام. بطبيعة الحال عندما يذهب الجانب الإسرائيلي إلى هذه الاستهدافات ننتظر نحن البيانات من الجانب الذي يقول عادة إلى أنه يقوم بالاستهداف، وتحديدا على وسائل النقل التي يقوم حزب الله باستعمالها. لذلك سننتظر في الساعات القادمة وتحديدا عن هذه الشاحنة، ولكن هذه المسألة في استهداف الشاحنات هي ليست بجديدة، نحن تعودنا عليها منذ العام، وفي حرب 2006 كان هنالك استهداف لعشرات من الشاحنات وتحديدا في البقاع، وهي ليست أيضا الأولى في المنطقة، وإنما كان هنالك استهدافات في الفترات الماضية وتحديدا عند الحدود اللبنانية السورية في حوش السيد علي وأيضا بالقرب من الهربين. ولكن بالعودة إلى الميدانيات في منطقة البقاع، كانت الليلة هي صاخبة وذات بعد عنفي على مستوى الذعر والاضطراب في صفوف المواطنين. لماذا هذا التوصيف؟ لأنه مع الساعات الأولى شن الطيران غارة باتجاه سهل تمنين على بناية ما بين تمنين وبين النبي ألا، هي عقاريا في النبي أيلة ولكنها تتبع باتجاه سهل تمنين. يظهر من خلال الارتدادات وأيضا عملية إصداء الصوت الذي وصل إلى كل أرجاء البقاع من الغرب إلى الأوسط حتى إلى العمق، إلى أن القنبلة التي استعملت في هذه ونحن الغارة نشاهد وإياك هذه الصور لتصاعد أعمدة الدخان من بعلبك قبل قليل. نعم، هذه الأعمدة هي تبعا للغارة باتجاه الشاحنة على طريق السفري، ولكن الصور التي كانت أكثر على المستوى الذي أدى إلى حصول الذعر والخوف والاضطراب هو التي وزعت عن عصف أتى، عصف بمعنى إلى أن عصف غباري على مستوى الغارة التي حصلت في تمنين، ثم بعد ذلك قامت بتكسير الزجاج في كثير من البلدات والقرى، حتى إلى أنه ثلاثة مستشفيات تضررت من جراء هذه الغارة. مستشفى تلشيحة في أعالي مدينة زحلي وهي تبعد كيلومترات عن الغارة، مستشفى تمنين التي كانت بالقرب من الغارة، مستشفى عبدالله التي كانت أيضا هي بالقرب من منطقة تقع في رياق،